صباح الخير سلمى. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الأخبارية السورية من ما كنتوا عم تتابعونا. رحلة صباحية جديدة عم نبتديها فيها محطات عديدة من دمشق وأكيد للمحافظات السورية حصة برحلتنا لليوم، لكن مع بداية كل رحلة صباحية دائما بنتمنى هنهار يحمل الخير والبركة وراحة البال والانفراج والرزق الكثير لكل الناس يا رب. رحلتنا الصباحية بلشت، لكن بدي صبح مرة ثانية على زميلتي سلمى. يسعد صباحك نور وإن شاء الله صباحك هيك وصباح كل يلي عم بيتابعونا كلاته خير أكيد والرزق وتوفيق. طبعا نحن بلشنا بالأيام الباردة، خلص فينا نقول الشتاء إجا خلص انتهى الموضوع، صار الوضع جازم يعني نهائيا، وأكيد بنتمنى للكل التوفيق بيومكم وين ما كنتم متجهين على أعمالكم. نحن بنهاية الأسبوع، بكرة عطلة، إن شاء الله بتكون عطلة سعيدة على الجميع. معنا مواضيع متعددة ومتنوعة بين الطب والمجتمع وأيضا التميز وغيرها من الفقرات اللي رح نفصلها مع ضيوفنا، ولكن بعد ما نصبح عليكم بغنية. سلمى، يمكن كثير منا بسبب ضغوطات العمل والساعات الطويلة بالعمل بيفقد كثير من العناصر الغذائية، وأحيانا بتحسي هيك في الشخص بيكون نحفان شوي، نقص فيتامينات. نقص فيتامينات عم بيقولوا لنا صبايا أنتم شو وقت عم نروح نحلل دم يطلع معنا نقص فيتامينات وشغلات متعددة، عم يستغربوا إنه أنتم ما عم تاكلوا ولا شو السبب يعني؟ عم ناكل بس عم نشتغل كثير لساعات طويلة، ودائما يمكن هي الساعات الطويلة بنغفل عن العناصر الغذائية المهمة خلال النهار. بتتقسم أكلاتنا لوجبة قبل ما ننام، فكثير من العناصر الغذائية موجودة بالخضروات والفواكه الموسمية. خلينا نتعرف عليها بالتقرير التالي. الغذاء النباتي يعرف بخصائصه المفيدة للصحة، وخصوصاً بكمية الألياف الصحية والفيتامينات والمعادن التي نجدها في مجموعته من الخضار، الحبوب والفواكه. فمن ما يتكون النظام الغذائي النباتي الصحي؟ الحديد. نبدأ من عنصر الحديد كناقل للأكسجين في الدم، وأبرز مصادر الحديد للنباتيين هي الحبوب والسبانخ والفاصولياء واللوبياء والعدس وأوراق اللفت. الكالسيوم، الذي يساعد على بناء والحفاظ على صحة العظام والأسنان، ويمكن الحصول عليه إلى جانب الحليب ومشتقاته من الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة كالبروكلي. الزنك هو عنصر ضروري ومساعد لكي يعمل جهاز المناعة بشكل سليم، ولا بد من وجوده في وجبة من البقوليات كالفاصوليا البيضاء وفاصوليا الكلى والحمص. الفيتامين 12، وهو ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم، ويوجد هذا الفيتامين بشكل حصري في المنتجات الحيوانية، لكن في حال اتباع نظام نباتي يمكن الحصول عليه من حليب الصويا. أخيراً اليود، هو أحد مكونات هرمون الغدة الدرقية الذي يساعد على تنظيم عمليات الأيض والنمو، وقد لا يحصل النباتيون على كمية كافية من اليود من نظامهم الغذائي ويكون معرضين للإصابة بنقص اليود، لذلك يمكن الحصول على هذا العنصر من فول الصويا والبطاطا الحلوة. عناصر غذائية لكل واحد منها أهمية في استمرار عمل وظائف الجسم وبشكل سليم، وأكيد النظام المتكامل. مثل ما تابعنا نور، يمكن المكونات الغذائية الطبيعية هي أهم شيء للجسم. صحيح. وفي طبيب كان ضيفنا وقال الفواكه والخضار الموسمية اللي بوقتها، يعني مثلا هلأ مو موسم شيء معين، حتى لو لقيناه بالسوق منجيبه، نجيب الشيء اللي بموسمه لحتى ما يكون فيه هرمونات ملعوب فيها أو شيء مانه صحي. أما هلأ أكيد رح نروح لنرجع برزنامة التاريخ ونقلب نتعرف على أبرز الأحداث اللي شكلت حضورها بمثل اليوم حكاية اليوم. اليوم 10 تشرين الثاني، عبر الزمن وسنين سجلت كتير من الأحداث قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1891
المخترع الأمريكي جرانفيل ووتس يحصل على براءة اختراع القطار الكهربائي الذي ظهر للمرة الأولى في تاريخ البشرية بعد سنوات من ظهور القطار البخاري. وبعام 1975 الأمم المتحدة تصدر القرار رقم 3379 والذي ينص على مساواة الصهيونية بالعنصرية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبمثل هاليوم من عام 2013 إعصار هايان يضرب الفلبين ويخلف 10,000 قتيل على الأقل ويتجه إلى فيتنام. وفي العام نفسه النادي الأهلي المصري يحرز لقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2013 للمرة الثامنة في تاريخه. من الشخصيات يلي شهدها اليوم على ولادته، بمثل هاليوم من عام 1919 المخترع الروسي ميخائيل كلاشينكوف، وبعام 1927 المطربة اللبنانية صباح. أما هلأ سلمى بنكون بأولى محطاتنا الصباحية لليوم مع عالم الطب والصحة، ورح نحكي عن موضوع كتير مهم بهم كل السيدات والصبايا والأمهات، الإجهاض المتكرر. يمكن هي تجربة مؤلمة بتمر فيها كل امرأة أو سيدة. حسب الأحصائيات 3% من السيدات بيعانوا من الإجهاض المتكرر، وإله أكيد أسباب. هي مشكلة يجب استشارة الطبيب لعلاجها. يعني يمكن الأم لما تتكرر هي الحالة ما عم بصير عندها خوف وإنه ما رح ترجع تحبل، يمكن يصير عندها بعد فترة عدم إنجاب. لا، هي مشكلة لازم تاخذ وقتها لحتى تحليها. صحيح نور، مثل ما قلتي لا يعني الإجهاض المتكرر أبداً إنه المرأة ما عادت رح تقدر إنه هي تكون حامل، ولكن هذا يعني إنه هو مؤشر لمرض أو سبب معين يجب علاجه. وبالتالي بهذا بعد أول إجهاض أو ثاني إجهاض فوراً لازم الأم تتوجه للطبيب المعالج لحتى تعرف الأسباب وليش ممكن تكون هاي الحالة موجودة. طبعاً هاي الأسئلة رح تجاوبنا عليها ضيفتنا بالاستوديو دكتورة فاطينة طالب، وهي اختصاصية بالأمراض النسائية والجراحة والتوليد. بدنا نقول أهلا وسهلا فيكي، واليوم يوم مميز، يعني اليوم ضيفتنا انت للمره الاولى وعيد ميلادك كمان. الله يخليك يا رب، وانت سالمه يا رب، يسعد صباحكم ويسعد صباح الساده المشاهدين. اهلا وسهلا فيكي وكل عام وانت بخير على بالي. يا رب يخليك. يمكن لما نقول اجهاض دائما، يعني هي اساسا الكلمه مخيفه ومرعبه لكل سيده بتسمعها. كيف اذا مرت بالتجربه؟ هي تجربه قاسيه لانه بنعرف حاله الامومه والحمل قديش بيعني للمراه وقديش بيشعرها بانوثتها. هي تجربه استثنائيه بتمر فيها كل سيده. بس خلينا نحكي عن اسباب الاجهاض المتكرر. يعني بنسمع عن حالات كثير بالعائله بالمجتمع انه يعني حبلت وروحت، بيقولوا لك مو اكثر من مره بكون في مشكله. هون بيكون في خوف عند الصبيه او السيده انه معقول ارجع احبال، معقول ارجع فيني اجيب اولاد ولا لا. الاسباب اللي ممكن تكون وراء الاجهاض المتكرر عند السيده. بدايه شكرا لكم ولاستضافتكم الكريمه، وصباح الخير لكم وللساده المشاهدين. قبل ما افوت باسباب الاجهاض المتكرر خليني اعرف امتى بقول انه هذا اجهاض متكرر. الاجهاض المتكرر بالتعريف هو حدوث 3 اجهاضات متتاليه قبل الاسبوع 20 من الحمل، يعني قبل بالثلث الاول من الحمل وقبل الشهر الخامس. ومثل ما تفضلتي وحكيتي تقريبا 3% من النساء عم يتعرضوا لحاله هيدا الاجهاض، وبالتالي عم بيكون في له تبعات نفسيه ومعنويه للست. هلا ابرز واهم الاسباب الاجهاض المتكرر هو الاسباب الوراثيه او على مستوى المورثات او الصبغيات. فلاحظوا بالدراسات انه 50% من حالات الاجهاضات المتكرره عم بيكون السبب هو خلل بالمورثات، اما زياده فيها او نقصان. هذا الخلل عم بيكون خلال فتره تشكل وانقسام الجنين، وبالتالي هذا عم بيؤدي لتشوهات كبيره غير قابله للحياه وعم بتؤدي الى انه يصير الاجهاض. ثاني سبب من الاسباب اللي ممكن يكون وراء هيدا الاجهاض المتكرر هو التشوهات اللي موجوده بالجهاز التناسلي عند السيده الحامل. مثلا تشوه على مستوى الرحم مثل رحم ذو القرنين، او اذا كانت رحم مقوسه احيانا ممكن يكون في عندي اورام ليفيه ضمن بطانه الرحم بتوصل لمرحله معينه وحجم معين بتؤدي لحدوث الاجهاض. او في بعض الحالات بيكون في عندي قصور بالفوهه الباطنه لعنق الرحم اللي هي المفروض تكون مغلقه طيل فتره 9 شهور، ولكن بسبب حاله معينه عند السيده نتيجة تشوه معين بصير في عندي توسع بهيدا وبصير في عندي الاسقاط. طيب دكتورة، عادة بنسمع يعني اسباب غير اللي انت حكيتي عنها. في لسه اسباب هي كثير، يعني مثلا بيقولوا لك الحالات النفسية احيانا اذا مرضت الام الحامل بالشهر الاول
تعرضت لارتفاع حرارة أو لأي مرض ممكن وهي لسه ما بتعرف أو بتعرف إن حامل هذا ممكن يأثر، وكتير أسباب تانية فينا نحكي عنها، وخصوصاً الشيء الشائع مثلاً إنه لا تلبسي كعب، لا تمشي بسرعة، لا تطلعي دراج، لا تحملي شيء تقيل، هدول الشغلات اللي هي موروثة للأسف يعني بالدراما. فخلينا نحكي المعلومة الطبية. هلأ بالنسبة للأسباب اللي تفضلت وحكيتي عنها اللي هي الموروثات الشعبية اللي موجودة، الحمل هو حالة فيزيولوجية طبيعية تستمر خلال فترة 9 شهور، ما بتحتاج السيدة فيها لأي يعني مدارات بالشكل المجحف اللي عمالي بيطلعوا عنه، لا تتحركي، لا تروحي، لا تجي، تمام. كل هذه الحالات، الرياضة فيها، تمارس الرياضة خلال فترة 9 شهور كلياتها بدون أي إشكالية، وخصوصا حتى بالأشهر 3 الأولى ما بتأدي لحدوث الأجهاد. بس ما بيختلف بين شخص وشخص أو حالة وحالة طبعا، يعني في حالات مثلا ممكن لون لا مجهود زايد ما بيمشي معكم، هي بنحكي فيها نحن ما كملنا اسباب الاجهاض، لانه في عندي حالات هي بتكون سيدات معرضين اكثر من غيرهم ليصير عندهم اجهاض، مثلا اذا سيده عمرها فوق ال 35 سنه لاحظوا انه عم بزيد نسبه الاجهاض، بتكون نسبه 50%، وقت اللي بنوصل لعمر سيده 45 سنه عم تكون نسبه الاجهاض 80%، فهي نسبه عاليه. السبب الثاني اذا سيده عندها قصه اسقاط سابقه فهي معرضه اكثر من غيرها ليصير في عندها اسقاط، اذا سيده عندها تشوهات قلنا بالرحم او بعنق الرحم فهي كمان معرضه للاسقاط، اذا في عندها بعض الامراض المزمنه مثل السكري وخصوصا اذا كان ما مضبوط ما معالج، او بعض الاضطرابات الهرمونيه مثل قصور بالغده الدرقيه او ارتفاع بهرمون الحليب فهذا كمان بيزيد من حالات الاسقاط، اذا كان في عندي سيده مدخنه او بتتناول كحول او ادويه غير مرخصه كمان هي بتؤدي الى حدوث انه بتكون معرضه للاجهاض اكثر من غيرها، وتغيرات الوزن سواء زياده شديده بالوزن او نقصان شديد بالوزن كمان بيؤدي الى حدوث الاجهاض. هدول الفئة هدول من لهم مراعاة بتكون لهم أكثر إنه نحنا نتجنبوا مثلا الإجهاد، يتجنبوا مثلا حمل شغلات ثقيلة، يتجنبوا إنه يصير في عندي والإجهاد فينا نقول الإجهاد المعقول يعني طبعا يعني ممارسة حياة اليومية. المشكلة لما نقول هي الثقافة العامة، يعني لما نعرض ضمن المجتمع بيقولوا لك أمهاتنا كانوا يعملوا ويشتغلوا وما يأثر على حملهم، الطبيعة والبيئة أساسا نظافة الجو اختلفت أكيد. فالإجهاد لما نقول إجهاد الطبيعي يعني السيدة اللي بتشتغل بيتها بشكل طبيعي غير السيدة لما قررت تعزل هي بالشهر الثاني، تماما. نحن عم نحكي عن هي التفاصيل المهمة والمعنية لكل صبية أو أم عم تتابعنا، بس خلينا نحكي عن نقطة رئيسية حكيناها ببداية الحوار، انه لما نقول اقل من اجهاض مثلا 3 وما فوق اذا كان مثلا هي اجهضها مره او مرتين نعتبره هو مانو اجهاض متكرر ولا هون بنوقف لازم انه نروح لعند الدكتور ونقول يجوز انه يكون في مشكله، لانه احيانا بتلاقي صبيه بترتعب من اول اجهاض بتخاف وبتتوتر وحتى حالتها النفسيه هي بتاثر بالاجهاض الثاني لانه هي تعرضت لتجربه سابقه. تماما. هلا نحن وقت اللي قلنا انه بتعرفوا هو 3 اجهاضات، فسيده وقت تعرضت لاجهاض او اجهاض ثاني يعني لمرتين فهي عندها عامل خطوره اعلى من غيرها. هو ما فيني اقول انه اجهاض متكرر لانه ممكن تكون مرقت لسبب من الاسباب اللي حكينا عنها بالاسباب الاسقاط ومرقت ما عاد انه يتكرر مره ثانيه، كونه نحن راجعنا طبيب واستقصينا الاسباب واخذنا العلاج المناسب وبالتالي نحن تلافينا المشكله، اما وقت اللي بيكون في اسقاطين فهي عندها عامل خطوره اكثر من غيرها ليصير في عندي اشهار. طيب دكتوره كمان خلينا نحكي عن العوامل المؤثره الخارجيه اللي هي مو من جسم الام الحامل، مثلا بيقولوا لك تربيه الحيوانات ممكن تاثر هل تسبب اجهاض او لا، غيرها من التفاصيل، في مثلا بنسمع عن الجراثيم، جرثومه القطه او البوكسلوزما هيك توكسوبلازموز، تمام. فخلينا نحكي عنهم. هلا جرثومه القطه او التوكسوبلازموز هو مرض بسببه نوع خاص من الطفيليات اسمه المقوسات الجونديه او التوكسوبلازموز جوندي، هذا الطفيلي بيعيش بامعاء القطط ولحتى ينتقل لاي انسان بده يكون الانسان على تماس مع البراز او خروج القطه الملوث بهذا الطفيلي، يعني اذا تناولنا خضار او فواكه ملوثه بهذا البراز رح ينتقلنا هيدا الاصابه، اذا كان في عندي قطه مثلا عم تتعامل مع تحممها تماما هي القطه مع برازها عم تبدل البراز بدون ما تلبس كفوف او بدون ما تكون اخذه احتياطاتها، فقط التعامل مع الخروج مع الخروج او اما اذا القطه بقلب البيت هذا ما بياثر طالما هي ما عم تخرج للخارج ما عم تاخذ الاصابه واخذي ادويتها ولقاحاتها ونحن عم ناخذ احتياطاتنا بالتعامل معها ما بتأثر. طب يقولوا لك حتى مثلا هي كمان من الثقافات المعروفه مثلا موروث شعبي انه كمان الوبر تبع القطه بيعمل لك كيس شعر بياثر على انجابس
هي كلها أقاويل كثير بتسمعيها، مع إنه بنشوف بالغرب إنه بدال الحيوان بكون عم يربوا 10 حيوانات وبتلاقيها عندها بدال الولد 3، بس مع ذلك بتسمعي هالقصص بتخوف. يعني أي سيدة ببداية زواجها حابة يكون عندها ولد وحامل بتسمع كثير من المحيط اللي حواليها بيأثروا أساساً على نفسيتها، فقديش هي القصص يمكن فيها عامل صحيح أو عامل غلط، وبتلعب كمان دور كثير كبير بدعم النفسي للصبية. هلا مثل ما تفضلتي وحكيتي الحيوان الاليف موجود معنا بشكل عام، يعني مو شرط انه حتى تربيته بالمنزل، بس وقت اللي نحن عم نربيه بالمنزل عم ياخذ ادويته وعم بيكون الاحتياطات اللازمه. الناس اللي بيكون اصلا عندهم مشاكل صحيه، مثلا عندهم مشاكل بالربو وعندهم مشاكل تحسسيه او كذا، هي ممكن انه ياثر عليهم، مو لانه هو كقطه بالوبر تبعيتها اي نوع من انواع اللي ممكن انه يكون فيها اوبار او شيء او كذا ممكن تاثر على حالتهم. هلا بالمتوارث والمعروف عند الأغلبية أنه جرثومة القطة بتعمل إسقاطات متكررة ونحن ما لازم تعمل هي لا، هو طفيلي بينتقل التلك، وبمجرد الإنسان ما تعرض للإصابة الجسم بشكل عدوى والحالة بتشفى بشكل طبيعي بدون أي علاجات دوائية. الخوف اللي بيكون وقت اللي بصير الإصابة لسيد الحامل وهي حامل بالثلث الأول من الحمل، إذا كانت الإصابة فعالة فهون بتؤدي لحدوث الاجهاض وهي احد اسباب الاجهاض، اذا كانت الاصابه بالثلث الثاني من الحمل هون ممكن تسبب لي تشوهات بالجنين، واذا ما انتقلت الاصابه للجنين الام كانت اخذه مناعه نتيجه العدوى السابقه، فهون ما بتنتقل الاصابه للجنين وبياخذ ادويه وعلاجات للام مشان نحافظ انه ما تنتقل الاصابه، وبنتابع مع طبيب الاطفال بيكمل الطفل علاجاته بعد الولاده. طيب دكتورة خلينا كمان نحكي عن كيفية العلاج، يعني إذا شخصت الحالة إنه هي عندها إجهاضات متكررة وتبين السبب أحد الأسباب اللي حضرتك حكيتي عليه، كيف رحلة العلاج وهل تختلف بين سيدة وسبب وسيدة أخرى؟ تماما. هلا نحن علاج الاسقاط المتكرر هو انه نحن نعرف شو السبب، العلاج بيتماشى مع السبب، يعني اذا كان السبب هو عباره عن اضطرابات صبغيه او بالمورسات، فبننصح نحن هون الست الحامل اللي عم تخطط للحمل او اللي بدها تحمل انه تتناول حمض الفوليك خلال الاشهر الثلاثه الاولى قبل الحمل. اذا كان السبب هو تشوهات بالرحم بنصلح هذا التشوه عن طريق الجراحه او بنعمل تطويق لعنق الرحم اذا كان قصور في البوهه الباطنه. اذا كان السبب هو اضطرابات بالمناعه او بالتخثر بنعطي الادويه اللي بتصب جهاز المناعه عند الام او الادويه المميه على الدم اللي بتوقف هي. اذا كان اضطراب هرموني بنصرح الاضطرابات الهرمونيه، او اذا كانت المشكله هو مرض مزمن مثل الداء السكري وغير مضبوط بنعالجه، وانه تبتعد عن التدخين عن المشروبات الكحوليه، تعتني بالغذاء المتوازن، تاخذ الفيتامينات الكامله، واهم شيء انه نعمل دعم نفسي ومعنوي للسيده اللي تعرضت للاجهاض لانه الحاله النفسيه بتلعب دور كثير كبير. هي نقطه كثير مهمه رح تحكي عنها كمان، بس خلينا نحكي دائما بتكون مخاوف دائما لما تقول لك اي سيدة بتمر بحالة حمل خصوصا الحمل الأول، بيقول لك أول 3 شهور هي الشهور يعني إذا مرقت على الخير بكمل آخر 3 شهور، يعني دائما في خوف بيخوفوها للصبية. طب إذا أول 3 شهور وآخر 3 شهور هو 3 شهور اللي بالنص اللي أنا فيني أتعامل مع الحياة بشكل طبيعي، خلينا نحكي عن شهور الأخرانيات، يعني اللي بيكون مثلا الجنين تكون كل شيء سليم. أحيانا بنسمع عن حالات إجهاض، احيانا ممكن المشيمه بيكون فيها مشاكل، حركه غلط قامت فيها الصبيه او السيده اثرت، بتلاقي فجاه قررت يعني الطبيبه الدكتوره تبعها انه السابع والثامن بدك تتسطحي لانه صار في خلل هون باخر 3 شهور الاولى. خلينا نحكي عن هدول الحالات، يعني نحن حكينا عن اول 3 شهور بيقولوا لك ال3 شهور الثانيات هن الامور بتمر، اخر 3 شهور هدول قديش يمكن الامور بتكون فيهم حساسه، طريقه التعامل بتكون اساسا كبر بطنها للصبيه صارت اتقل، ما عاد فيها تمارس حياتها ونشاطها بشكل طبيعي ويومي مثل ما قلنا اذا مارسته ما راح ياثر على الحمل بشكل طبيعي. هلا نحن مثل ما حكينا بالبدايه الاجهاض المتكرر اذا كان في عندي مشكله فنحن عالجنا السبب، فنحن طالما هي الاسباب موجوده بنكون اخذين احتياطاتنا بالاشهر الثلاثه الاخيره من الحمل. اغلب اسباب الاجهاضات اللي ممكن تصير بالاشهر الثلاثه الاخيره من الحمل او المشاكل بتضطرنا نحن انه ننصح السيده انه هي تريح وتقعد بالبيت بدون مثلا اي مجهود او هيك، اذا صار في عندي انبثاق بالسائل، يعني صار في عندي تسريب من السائل الامينوس اللي حوالين الجنين، هذا بيؤدي نتيجه مثلا التهابات النسائيه المتكرره غير المعالجه
ممكن تؤدي لانبثاق ويخرج السائل من حوالين الجنين. هون لازم انه تريح الست ونعطي العلاج المناسب. احيانا ممكن اذا صار في عندها مجهود معين او حركه معينه، مثلا شيء خارج، وقعه، صدمه، حادث لا سمح الله، بصير في عندي شيء بنسميه انفكاك بالمشيمه جزئي، او احيانا ممكن يكون في رد، فبصير في عندي شويه نزف. هون كمان بنصح السيده انه هي تريح وتاخذ ادويتها وبدون اي مجهود. السبب الاخير اذا كان في عندي لا سمح الله انه تقلصات بالرحم، بنسميها نحن مخاض باكر، كمان تعرضت الست مثلا لتوتر معين او شيء معين، او احيانا حاله مرضيه معينه كونه في عندي قصه اجهاض الرحم فيه مثلا تشوه او شيء، فهي او قصور بالفوهه الباطنه، فبدنا نتابع نحن بالاشهر الاخيره صار عندي مخاض مبكر. هون كمان بنعطي الادويه الموقفه للمخاض، بننصح الست انه كمان طيب تريح. الصبيه اللي بنسمع عنها كثير مثلا بيقولوا لك رحمه قالب بس ممكن تحبل، هذا بيؤدي لاجهاض ممكن ولا لا؟ اطلاقا ما بيأثر على نحن بتكون الطفله خلال الحياه الجنينيه الرحم له وضعيتين، وضعيه بنسميها انقلاب امامي، يعني بيكون الرحم راكي على المثانه خلينا نقول، والوضع هذا موجود تقريبا عند 80 ل 85% من السيدات. الحاله الثانيه هي ال 15% الباقيه هي بيكون انقلاب خلفي او راكي على المستقيم، وهي كمان حاله طبيعيه، يعني بتحمل الست، وفي كثير من الستات بيكون انقلاب الرحم عندهم خلفي، بتلاقيهم عندها 6-7 اولاد او 10 اولاد واصلا ما بتعرف انه انقلاب خلفي، ما بيأثر. فهو ما بيأثر ابدا. طيب دكتوره كمان خلينا نحكي، يعني اليوم بهذا الوقت اللي نحن فيه صرنا عم نسمع كثير مرض العصر صار كيسات المبيض عند السيدات، وبنسمع انه هذا بيأثر على الحمل وخصوصا على الحمل الاول، وانه هو فتره العلاج، وخصوصا انه ادويته هي هرمونيه مانعة للحمل، فاذا صبيه عم تتعالج بيقولوا لها لا وقفي الدواء والا ما رح تقدري تجيبي اولاد، وبتصير بتخاف يا ترى انا اذا اخذته لفتره طويله رح يأثر، فهل هي المعلومات مضبوطه؟ هلا هي لحد ما فينا نقول بالنسبه للمبيض متعدد الكيسات او تكيس المبايض هو عباره عن متلازمه. شو يعني متلازمه؟ هي مجموعه اعراض مجموعه كلها تحت بند اللي هو متلازمه المبيض متعدد الكيسات. لحتى نشخص انه هي صبيه او هي السيده عندها مبيض متعدد الكيسات، في عندي عده معايير. معايير اول شيء بالمخبريه بدنا يكون في عندي انقلاب نسبه الاف اس اتش على ال اتش، وبده يكون في عندي حاله مقاومه للانسولين يعني شبيهه بالداء السكري عند الصبايا. بالإضافة أحيانا ممكن يكون في عندي مشاكل بالغدة الدرقية أو بهرمون البرولاكتين الحليب. في عندي معايير صدوية بالإيكو، بدي يكون في عندي عدد الكيسات الموجودة على محيط المبيض، توزعها محيطي على المبيض مو أنه بكامل المبيض. إذا اعتبرنا المبيض مثل كرة، فالجريبات اللي موجودة بقلب المبيض لازم تكون موجودة بكل شيء، بكل الأماكن بالحالة العادية. أما وقت اللي بيكون في عندي تكيس مبيض بتكون موجودة بجدار المبيض مصفوفة مثل عقد اللؤلؤ بنسميها، وبيكون جدار المبيض بسميك، فبتكون الإباضة شوي صعبة، فمشان هيك ممكن انه يتاخر مثلا عندهم حدوث الحمل لهدول الصبايا. تمام. احد العلاجات لعلاج المبيض متكيس المبيض متعدد الكيسات هو انه تتزوج الصبيه، لانه على تحريض الاباضه بلب المبيض السميك اللي عم بيعمل خربطه بالهرمونات، بالاضافه لجدار المبيض تتخرب وبالتالي صارت الاباضه شغاله، ومخزون المبيض عندهم بيكون كثير عالي لانه عدد الجريبات كثير عالي، ففرصهم بالحمل بتكون عاليه كمان. خلص وقتنا معك دكتوره، كنا سعيدين بوجودك، حاولنا يمكن نسأل جميع الأسئلة اللي ممكن تخطر على بال أي صبية هلأ ببداية زواجها ويكون عندها حمل، ما تكون خايفة أو متوترة وتمر هي المرحلة بسلام، وفعلا تجربة استثنائية تعيشها بكل حب وطاقة. شكرا كثير إليك. شكرا كثير لكم ولاستضافتكم اللطيفة، وإن شاء الله دائما هيك بنشوفكم بخير. شكرا لك دكتورة ولوجودك. أما هلأ أنه صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى. صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أدانت سوريا بشدة البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية حول الأوضاع في شمال غرب سوريا، مؤكدة أنه ينضح أو يفضح الدور التخريبي للحكومة الفرنسية. وذكر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية حول الأوضاع في شمال غرب سوريا ينضح بسيل من الأكاذيب والافتراءات، ويفضح مجددا الدور التخريبي للحكومة الفرنسية وشراكتها الكاملة ودعمها للمجموعات الإرهابية في سوريا.
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمر تستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وأشارت الخارجية إلى أن سياسة الكيل بمكيالين لا يمكنها تبرئة الاحتلال وما يرتكبه من جرائم، كما لا يمكنها أن تعفي المجتمع الدولي من مسؤوليته حسب قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي. أكد وزير الخارجية الإيراني أحمد وحيدي أن أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية كان لهم دور في دعم الاضطرابات وأعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد. وحيدي قال أن المحركين والمتزعمين الميدانيين لعمل الشغب تلقوا تدريبات خاصة متعلقة بهذه الاضطرابات في 7 دول، كما أن هذه الدول شكلت لجانا خاصة بدعم المشاغبين بصورة علنية ومكشوفة. وفي خبرنا الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عمليات قواتها أسفرت عن تدمير مركز قيادة ومستودعات أسلحة للقوات الأوكرانية، إضافة إلى إسقاط مروحية ومسيرات. وأفاد المتحدث باسم الوزارة الفريق إيغور كونشينكوف بأن وساطة الدفاع الجوية الروسية أسقطت مروحية أوكرانية في منطقة نيكولايف ودمرت 5 طائرات دون طيار في منطقتي خيرسون وخاركوف، إضافة إلى تدمير مستودع عسكري أوكراني يحتوي على قذائف لراجمات صواريخ مارس وأولخا. ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيرين، ويسعد صباحكم عن جديد لكل مشاهدي صباحنا غير اللي انضموا لنا. وصلنا لمحطة مهمة طبعا عن الإبداع والتميز اللي عودونا عليها الشباب السوري. كثير من الأشخاص المحيطين فينا ممكن يعانوا من مشكلة الصداع القوية اللي بتعرف بالشقيقة أو الصداع النصفي، والبعض ممكن يكون غير قادر على الحركة أحيانا لعدة ساعات. هي المشكلة الشائعة ممكن يعاني منها ناس راب مننا، وبدأنا حاليا بدأت عنا أفكار لوجود حل لتخفيف شدة أعراض الصداع المزمن. أكيد سلمى، ولأنه عنا شباب حلوين بنعتز وبنفتخر فيهم دائما ضمن رحلاتنا الصباحية بنسلط الضوء على مشاريع، ومجموعة من الشباب باختصاص هندسة طبية قرروا يعملوا مشروع خاص له أثر إيجابي على نفسية وصحة الشخص، جهاز بخفف نوبات الشقيقة والصداع. خلينا نعرف عنه أكثر، كيف بلش المشروع، من وين إجيتهم الفكرة. معنا الطالبة المهندسة ريما إبراهيم والمهندس مؤيد علي الحمو والمهندس حسين الويسي. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. بداية، مين بيحب يبلش لنحكي عن الفكرة؟ يعني اليوم بدنا نتقسم هيك الأدوار، أكيد كل حدا بالفريق رح يحكي لنا عن موضوع. مين ببلش؟ انا ببلش. فيني خلينا نرجع نذكر باسمك. مؤيد. مؤيد، رح نبلش معك مؤيد. ليش اخترتوا هي الفكره بالذات؟ اول شيء شكرا على استضافتكم لنا هون بالاخباريه السوريه وتسليط الضوء على مشاريع الطلاب عشان تلقى اهتمام اكبر. اول شيء الشقيقه مثل ما حكيتي عنها انه بكون صداع بالام مضاعفه من الصداع العادي، فهون المريض بيضطر ياخذ ادويه مسكنه جرعتها كثير عاليه ممكن توصل لجرعه المخدر، ممكن يصير عند المريض ادمان إذا ما غير الدواء كل فترة. صحيح. فنحن هون بجهازنا استغنينا عن الأدوية المسكنة عن طريق الجهاز اللي بخفف من آلام الشقيقة عن طريق نبضات كهربائية. نبضات كهربائية. فالفكرة طلعت إنه نحن بقسم الهندسة الطبية في عنا مشروع بالسنة الرابعة. مشروع بالسنة الرابعة لازم نختار فكرته، فزميلتنا ريما كانت بتعاني من الشقيقة، فطلع الموضوع بمسحة إنه ليش لحتى ما تعالجوا لي الشقيقة، خلونا نبحث عن فكرة. وفعلا بلشنا بالابحاث والتجارب لحتى وصلنا للجهاز. يعني هي مشاركه وهي بنفس الوقت هي خلينا نقول هي سبب الفكره الرئيسيه. طيب خلينا نحكي عن هي التجربه، قديش مهم انتم لكم كشباب مهندسين، قلت بالبدايه قديش مهم نسلط الضوء على هي المشاريع، وقديش هي المشاريع مهمه اليوم لتكون الى علاقه بالواقع اللي عم نعيشه. لما نقول انه مثلا انتم رفقات لريما وحبيتوا تكونوا شريك معه يعني بهيدا الوجع والألم، ريما خلينا نحكي عن هي تجربتك حتى مع المرض، وكيف بلشتوا بالفكرة سوا، وكيف يمكن استفدتي من هيدا الجهاز، لأنه أكيد بلشوا يجربوا عليك الجهاز ليعرفوا نتيجته، ليعرفوا كيف بدهم يطوروا ويشتغلوا عليه.
هلا بداية كانت هي أول السنة الرابعة، فنحن ختام لامتحانات السنة الثالثة. ضغط وتوتر، هي طول الوقت أنا أشكي من وجع راس، إنه راس يعني وجع. أنا شخيخة مع التوتر والوجع. تمام. فإنه طول الوقت إنه يعني ما عم تاخذي أدوية، يقول لهم إنه عم باخذ بس كمان ما فينا نكتر من الأدوية المسكنة، إنه أنا بعد فترة الجسم ما عاد رح يأدي ويرتاح عليها. فمن هون بلشت الفكرة إنه ليش ما بيكون مشروع رابعة. وبعد ما بلشنا اكتشفنا إنه لما عم نحكي بين زملائنا بالدفعة في كتير طلاب يا بيعرفوا يا اما معنا طبعا. ومن وقتها خلص قررنا انه هذا رح يكون مشروعنا ورح نلاقي حل تخفيف الام. فينا نعتبره هو خالص تقريبا المشروع ولا في تعديلات عليه جربوه عليكي ولا هل هو كبرامترات يعني كنبضه كهربائيه عم تطبق والقيم تبعها؟ لا خالص نهائي، لانه اساسا هي بتعتمد على اسس علميه ودراسات وابحاث لسلامه جسم المريض. حلو. بس هذا بيكون نموذج اولي كشكل خارجي. لسه في عندنا كثير تطويرات يعني هلا سنه خامسه نحن حاليا، فان شاء الله عندنا سنه لقدام يكون بصورة أفضل نهائية. أكيد. أحسين خلينا نبلش نحكي عن مراحل العمل، يعني من بلشتوا تخططوا كمشروع لا شفنا تقريبا قدامنا هذا الجهاز، كم مرحلة استغرق معكم قد ايه وقت؟ تمام. نحن بالبداية أول شيء قسمنا إنه عالم بدأ تبحث مثلا بالوضع العلمي، الموضوع العلمي، عالم بالبارامترات، عالم بالكذا. بعدين اجينا حتى نشتغل، فبالبداية لقينا عرقلة انه نحن ما عندنا هالادوات اللي نحسن نشتغل فيها. بس عندنا بالجامعه السنه الماضيه تقريبا يعني بعد يعني بنص الفصل الاول افتتحوا عندنا مخبر للمشاريع. هذا المخبر فيه جميع الاجهزه اللي بيحتاجها الطالب لحتى يتقدم لمشروع ويبلش فيه، يلي ما بيحسن يقتنيها بالمنزل تبعه. فنحن هذا كثير شيء ساعدنا، فبلشنا نجتمع بهالمخبر ونبلش شغل. يعطيكم الف عافيه. خلينا لو فسرته من اول وجديد مؤيد معك على الشاشه لانه رفعته انا على الشاشه نشرح عنه اكثر. والسنه قلتي نقطه كثير مهمه ريما، يعني انتم كلكم مع بعض انه رح تقوموا بالسنه الاخيره بكثير من التجارب على هيدا الجهاز لتطويره، لا يمكن تكون فعاليته اكبر، وبنفس الوقت ممكن نشوفه مشروع بالسوق. يعني بدل ما نشوف مثل ما قلتي الادويه اللي هي استهلاك بشكل كثير كبير وبتاثر على النفسيه وصحه الشخص، نشوف ان شاء الله يا رب قريبا باسمكم هيدا المشروع بالسوق ان شاء الله. بدايه بالنسبه لعمل الجهاز زبط اللبسي ريما طبعا الجهاز ريما تجربه من البدايه بيلتبس على الراس بهذا الشكل وبنوصل على تطبيق بالموبايل بتحكم فيه عن طريق البلوتوث. فالتطبيق فيه ثلاث انماط اساسيه. في عندنا النمط العلاجي، لما المريض بتجي نوبه الشقيقه فالنمط العلاجي هي عباره عن جلسه مدتها ساعه واحده، بعد هي الساعه بيختفي الالم عند المريض بدون ما يحتاج لمسكنات. في عندنا النمط الثاني هو النمط الوقائي، مده الجلسه 20 دقيقه، اذا المريض وظب عليها لمره واحده يوميا فهذا النمط بقي المريض من حدوث النوبه اصلا، يعني بقلل له عدد النوبات اللي ممكن تجي. وثالث نمط عندنا اياه هو النمط ضد التوتر، كون التوتر هو السبب الاساسي لصداع الناس بشكل عام. صحيح. فمريض الشقيقه اذا توتر فحكما رح تجي نوبه شقيقه، فنحن هون عم نحد من حدوث النوبه اصلا من قبل ما تصير. يعني فينا نقول ثلاث استخدامات اللي هي وقائيه وتخفيف الام وبنفس الوقت علاجيه. تمام. طيب ريما الشكل، يعني اليوم كمان انا بعرف انه اللي بيكون عنده شقيقه ما بيتحمل شيء على راسه. تمام. الوزن، الشكل، حتى الطاقيه العاديه اللي بيلبسها ممكن ببعض الحالات بيتضايق منها. فكمان كيف درستوا هذا الموضوع؟ قد ايه ساعدتيهم بهي الحاله؟ لانه انت يعني اخبر بهذا الشيء. هلا فيني اقول لك معك حبيبي الشغله ونضيف شغله ثانيه، انه نحن كان بدنا لما عم نحكي عن هيك مرض ونحن هدفنا يكون هذا الجهاز محمول بيروح مع المريض وين ما بده، فنحن كان انه يا بدنا اياه اللي بس على الراس. فنحن كطلاب سنه رابعه وبدنا اياه بس يكون نموذج اولي نورجي العالم، فاضطرينا نعمله بلاستيك. بس طبعا هذا الجهاز فينا نقول يمكن بيناسب يعني عدد قليل من المرضى لانه حجم اللي يجي على حجم راسهم، فلهيك نعمل على حجم راسي مبدئيا باني انا كنت عم جرب الجهاز. تمام. بس هلا نحن لسه عندنا سنه كامله، واحد اهم التطويرات انه احنا الجهاز الشكل ما رح يكون هيك ابدا، رح يصير على قطعه قماش بتناسب راس اي مريض. حلو. فيعني حتى شكله رح كثير يتغير، وزنه كثير رح يخف، وحتى يعني هدول القصص رح ما عاد رح تاذي المريض ابدا، رح يصير مثل عصبه الراس ان شاء الله. يعني نحن مبسوطين كثير فيكم وسعيدين كثير فيكم. لما نقول هندسه طبيه اليوم وضمن هيدا المشروع لنحكي عن المعوقات تنفيذ هذا المشروع، يعني احنا اليوم بحصار اقتصادي عندنا مشكله باستقطاب اي آلة او جهاز او بطاريه. صح. فنحن عندنا شباب مثلكم، يعني قد ايه حلو اليوم نشوفكم انتم عم تشتغلوا ضمن الامكانيات، وبالمستقبل نشوف يا رب نتمنى من كل الطلاب فعليا يكون مشاريعهم تهدف المجتمع، نشوف تصنيع
كل الأجهزة الطبية ضمن سوريا، يعني ما نحتاج حتى لقطعة واحدة لحتى كل هاي الظروف ما تأثر فينا. خلينا نحكي عن المعوقات لكم أنتم كشراكة بالمشروع، لي واجهتكم وقديش هاي المعوقات عطتكم حافز لتخلقوا شيء جديد؟ يعني هاي القطعة ما أنا موجودة، كثير من الصبايا والشباب استضفناهم قالوا لنا نحن صنعنا القطعة وقلنا بدنا نكفي مشروعنا لو شو ما صار. هلا المعوقات فيني اقول لك هي كانت على منحين، معوقات مثل ما قلتي اثرت نفسيا ومعوقات كانت بين ايدينا. هلا خلال تصنيع الجهاز كان في معوقات القطع الالكترونيه بدنا اياها ضمن دقه مطلوبه فما التقت عنا، فنحن بجهازنا دمجنا اكثر من قطعه مع بعض لحتى نحصل على الداره النهائيه للجهاز اللي هي بتعطيني البارامترات المطلوبه. هلا هي من ناحيه الجهاز، غير انه مثلا هون الالكترودات هي لازم يكون لها شكل معين لتنبه العصب المحدد للشقيقه، طبعا هذا الشكل كمان موجود عندنا بالاسواق، فنحن من الالكترودات الموجوده قصينا الشكل يلي بيخدمنا. لهذا تجاوزناها وتم انجاز الجهاز ومكملين ان شاء الله. كان في معوقات على الصعيد النفسي، انه نحن شاركنا السنه بمعرض كليه الهمك للمشاريع وكان له دور كثير كبير علينا بتسليط الضوء على الجهاز، وكثير اجوا مرضى ويعني تمنوا يصير منتج لانه الام يعني. بعدها شاركنا بالمعرض الصناعي الدولي، فهو بيستهدف اختصاصيين بالمجال الصناعي ونحن تم ترشيحنا لنشارك فيه. فهونيك نحن كنا متأملين نشوف الشركات الوطنية لحتى يتم إنتاجه ويصير منتج ونعمم الفائدة على أكبر شريحة من المرضى، بس للأسف هونيك ما كان. هاي كبرتكم وجهوا رسالة لكل الشركات الصناعية لأنه نحن ما نروح للشيء التجاري، يعني نتمنى يصير منتج تمام، يعني مشان بالأخير منتج وطني بشركات وطنية وأيادي سورية وطنية لحتى نقنا يعني إحنا وبيدر عائد مالي كبير تماما، ويعني في أثر إيجابي يعني مادي وطبي وصحي. يعني نتمنى بقى هالمشاريع هي تضل هون ما تطلع لبرا، يعني ما يكون هاي الأفكار اللي موجودة هون وللأسف ما تلاقي استقطاف تطلع برا. حسين خلينا نسأل، يعني تقريبا هيك تكلفة، هلا انتم طبعا في جزء كان ضمن مخابر الكلية فهي بتوفر كثير، خلينا نقول انتم عملتوا دراسة وشاركتوا باكثر من مكان فبالتالي صرتوا بتعرفوا تقريبا هيك اجهزة قديش ممكن تكلف. تمام، نحن ما فينا نحدد كلفة معينة لانه نحن ولكن تقريبي هلا هي كثير كثير زاهدة كثير بسيطة ونحن ما فينا نحدد لانه نحن عم نعمل على التطويرات، يعني اكيد مو هذا هو الشكل النهائي اللي حيكون بالسوق، وخاصة إذا صار هو منتج فإجباري على خط الإنتاج حيكون سعره لسه ينخفض أكثر بكثير. إن شاء الله. يعني نحن يعني أكيد أكيد مريض شقيقة حيحسن يقطني بالمنزل، يعني أكيد. بس نحن عم نسأل سؤال لأنه كل حدا مريض شقيقة شهرياً قد إيه بتتكلفي أدوية؟ تماماً. يعني مقابلة بالأدوية هي شيء كثير بسيط. مقارنة يعني بدنا نعمل قطة، يعني تقريباً لما نقول جهاز مثل هذا ممكن يكلف 250 ألف حتى 500 ألف، هي خلال يعني سنوياً عندها أدوية بما يعادل ثلاث أضعاف هذا الرقم، فنحن عم نقول حتى لكل الشركات الصناعية اللي هي عم تتابعنا أو عم تشوفكم إنه إله مردود مادي كتير كبير، إله حتى مو فقط في سوريا، يعني في تم تصنيعه ويصير لخارج القطر، يعني إله فائدة طبية كتير على الأقل كبيرة بس وحائلة. نبلش فيه بسوريا، نحن اليوم عنا شباب واعد وعنا مشاكل عم نقول خلينا ندور على حلول صحيح. فاليوم بدل ما طلاب تتخرج ويكون عنده أفكار كتير جيدة وما تعمل شيء تفيد فيه البلد، بالعكس هلا نحن عنا فكرة كتير مهمة، و غالبا كل الهندسات الطبيه يعني او فرع الهندسات الطبيه عمل افكار مميزه السنه، وكان في من فتره معرض حتى زارته السيده الاولى، وكان في توجه بانه ندعم هي المشاريع الصغيره. خلينا نحكي كمان فكره مهمه معك مؤيد، اليوم اذا تم تطويره بالسنه الخامسه قديش بيحتاج منكم وقت وقديه كمان لسه ممكن يكون تكلفته اقل بعد التطوير اللي رح تشتغلوا عليه؟ نحن بالسنة الخامسة معنا تقريبا للشهر الثامن 2023، يعني تقريبا معنا سنة لحتى نطوره. بالنسبة للتطويرات أول شيء مثل ما حكيت زميلتي ريما رح نشتغل على تطوير الغلاف الخارجي شكل، يعني أول شيء رح يكون كوزن وكحجم أخف بعشر مرات من هذا الشكل الموجود. وبالنسبة للدارات اللي رح تكون موجودة قدامه كمان حصلنا على قطع حجمها أصغر وبتأدي نفس الوظيفة، فهذا الشيء كمان رح يأثر على حجم الجهاز. والجهاز لما رح يصير خط انتاج، طبعا نحن بالنهايه هون عم نصير شركه وطنيه رح تشتغل فيها ايادي سوريه ويندعم اقتصاد البلد، فهذا الشيء كله رح يعود بالفائده على البلد، رح تكون تكلفته يعني بمتناول جميع المستخدمين، يعني تقريبا نقول بحدود ال
300-350. ابدا مو سعر عالي يعني كثير. نتمنى اكيد بنهايه حديثنا التوفيق لكم والشفاء لك. نعرف انه هو مرض مرافق مدى مدى الحياه، فان شاء الله يا رب هذا المشروع يكون بشره خير لك ولكل المصابين بمرض. حابين توجهوا كلمه بالختام قبل ما نقفل معكم لاي حدا عم يتابعنا، ممكن لصناعيين، شركات، لجهات وقطاعات كثير يمكن هلا ممكن. هلا اكيد احنا بنتمنى انه يعني من خلال تجربتنا انا فعليا بهذا المرض ومن خلال محيطنا، فنحن بحاجه لهيك جهاز كثير مرضى يعني يتمنوا يكون موجود. فنحن بنتمنى الشركات الطبيه والصناعيه يعني تدعم هيك مشروع لان يكون بالمنتج. اكيد نحن اكيد بنتشكر حضرتكم على استضافتنا، وبنتشكر دكتورنا المشرف دكتور هاني عماشه اللي هو دائما يعني بهدول التفاصيل عم يساعدنا وعم يشجعنا وانه كملوا. أكيد تحية لكل الدكاترة معكم بقسم الهندسة الطبية. نحن سعيدين وفخورين فيكم، دائما مسلط الضوء على مشاريع الشباب بكل الجامعات. يا رب هيك تلاقوا حدا يرعى مشروعكم، مستضيفكم نشوفه فعليا على أرض الواقع. شكرا كثير. شكرا لكم مؤيد وريما وحسين، شكرا لكم وبنتمنى لكم التوفيق. ونحن فخورين فيكم، واكيد بنتمنى كل مين تابع هاي الفقره وبيقدر حتى لو ما نون اصحاب شركات او رؤوس اموال، ولكن ممكن اثنين ثلاثه من الجهات يجتمعوا مع بعض يدعموا الشباب، لانه هذا الشيء مستقبل بلدنا وشيء مهم كثير. شكرا كثير لكم. اما هلا نور رح نروح لمحطتنا التاليه. واقامت كليه التربيه بجامعه دمشق بالتعاون مع مركز القياس والتقويم التربوي والجمعيه العلميه لكليات التربيه في الجامعات العربيه المؤتمر الدولي الاول للقياس والتقويم في المؤسسات التعليميه تحت شعار بالقياس والتقويم يرتقي التعليم، وذلك في مسرح الكبير لكليه التربيه. تفاصيل بتقرير زميلتنا مرام العلي. أقامت كلية التربية في جامعة دمشق بالتعاون مع مركز القياس والتقويم التربوي وبالتعاون مع الجمعية العلمية لكليات التربية في الجامعات العربية وبمشاركة اليونسكو، أقامت المؤتمر الدولي الأول للقياس والتقويم في المؤسسات التعليمية تحت شعار بالقياس والتقويم يرتقي التعليم، وذلك في المسرح الكبير لكلية التربية. جامعة دمشق تسعى وعلى طول العام للانطلاق بكافة المؤتمرات العلمية في مختلف الكليات وفي مختلف الاختصاصات. اليوم هو القياس والتقويم، مؤتمر القياس والتقويم بالقياس والتقويم يرتقي التعليم، هذا المؤتمر الهام الذي تقومه كلية التربية في جامعة دمشق، وذلك بالتعاون مع اليونسكو، مع وزارة التربية، ومع اتحاد الكليات التربية بالجامعات العربية. نتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق لما له من أهمية كبرى في تطوير مدخلات ومخرجات التعليم، سعيا لتطوير نظم وجودة التعليم، وذلك في مختلف الجامعات والقطاعات في سوريا. بدأنا عملية تشاركية مع كلية التربية في جامعة دمشق، وأيضا أنا عضوية تدريسي ورئيس قسم القياس والتقويم في الجامعة، فلذلك هذا التشبيك بين الجامعة ومركز القياس والتقويم ووزارة التربية بصورة عامة يعطي دفع إلى العملية التعليمية بمختلف مستوياتها، سواء كان على مستوى الدراسات الدنيا أم على مستوى الدراسات العليا. وتم خلال المؤتمر تكريم العديد من الخبراء والمختصين المشاركين من ذوي الريادة على المستوى المحلي والإقليمي وتقديم دروع تذكارية لهم. تحت الشعار بالقياس والتقويم يرتقي التعليم، ومن مبدأ أنه ما يمكن قياسه يمكن التحكم فيه وتطويره وإدارته، وبالتالي جاء هذا الموضوع الهام للبحث في مؤتمرنا اليوم، بتناول عدد من المحاور في منها ما يتعلق بموضوع الإدارة التربوية، كذلك في منها ما يتعلق بالإدارة الصفية للوصول نحو جودة التعليم بشكل عام. هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات، لأنه القياس والتقويم هن الطريق الوحيد لبناء إنسان، لمعرفة الأخطاء اللي بمر فيها الإنسان، بعدين لحتى نقوم هذا الإعوجاج ونصنع منه إنسان. لأنه كل العلوم باللغات أو بالرياضيات أو بالفيزياء أو بالكيمياء أو بعلوم الحياة إن لم تؤدي إلى بناء إنسان فلا معنى لها.
يستعرض المشاركون في المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين عددا من الدراسات والأبحاث التي تتناول محاور مختلفة تهتم بالقياس والتقويم، لما للتقويم من أهمية في تطوير العملية التعليمية في المؤسسات التي تعنى بالتعليم على اختلاف مستوياتها. هلأ سلمى بننتقل لمحطتنا التالية، وموضوع كتير مهم لكل الأهالي اللي عم يتابعونا، خوف الأهل الزايد على طفلهم، القلق الزايد قديش بيأثر على نفسيته وشخصيته، قديش ممكن يزعزع ثقته بنفسه خصوصا مع الطفل الأول، لأنه بتكون كل التجارب للأهل مبنية على بناء شخصية الطفل الأول. بس بنشوف كتير من الأهالي سلمى كتير بيخافوا، يعني كتير شديدين، كتير حريصين، كتير قلقين، حتى الأم إذا بتترك ابنها عند حدا بتلاقيه طول الوقت متوترة، خايفة أكل همه، مع أنه حاططه مع حدا أمين، يعني مزبوط. من العيلة أمه أو أهلها. مزبوط نور، ويمكن هذا الأمر بيزيد من المشاكل عند الأطفال بدل ما يقلل منها. الخوف أحيانا الزايد، الحرص الزايد عن اللزوم ممكن يعمل مشاكل عند الطفل توصل لدرجة بنسميها الندبات النفسية أو الآثار السلبية، ممكن تخليه طفل غيور، ممكن تخليه طفل جبان أحيانا، غير مسؤول، وغير كثير من المشاكل اللي ممكن تتطور أكثر من هيك. ولكن كيف ممكن نمنع الوصول لهي المرحلة بحد ذاتها، وكيف الأهل اللي عندهم خوف وقلق ممكن نخليهم يهدوا ويعرفوا يتعاملوا مع أطفالهم؟ كل هاي الأسئلة رح تجاوبنا عليها طبعا اختصاصية التربية الخاصة للأطفال ريم سعد. أهلا وسهلا فيك ريم. أهلا وسهلا، يسعد أوقاتكم، صباحكم. أهلا وسهلا. خلينا بالبداية نحكي إنه الخوف والقلق شيء طبيعي، يعني كلياتنا كأهل بنمر فيه، بنخاف على أولادنا، بنكون قلقين قديش فينا نأمن لهم المستقبل، نعيش حياة ظريفة. بس إيمت بنقول إنه هيدا الخوف صار غير مبرر، أو قلق زائد يعمل يعني بيخليكي بحالة من التوتر الدائم، هي التوتر بينعكس على طفلك؟ قيمت هون لازم نقول لا، لازم ننتبه كأهل عند هي الحالة. الحقيقة ننتبه دائما، يعني هي غالبا بتجي عند العيال بعد الطفل الأول، صحيح، والطفل اللي بيجي بعد تأخر إنجاب، والطفل اللي بيكون الوالد والوالدة عمرهم يعني بمفهوم أنه كبير أكبر، فبيكون صار الخوف صار ما أنا خوف أو قلق طبيعي، بننتقل للخوف أو القلق المرضي اللي هو أنه لا يوقع، يجرح، موجوع، تعبان. الفصل بيكون عن الأم بيكون كتير صعب، وإذا تجرأنا وفصلنا الطفل بطريقة كتير طبيعية وحلوة فبنلاقي بصير الأم بقى بيصير عندها مشكلة أنه هي انفصلت عنه، بصير الشغل مع الأم أنه تتقبل انفصال الطفل عنا لأنه صار شيء استملاكي، ما عادوا هي التربية الطبيعية عيلة أم وطفل عندها. طيب ريم خلينا نحكي أكثر، اليوم مثل هاي الحالات أكيد بدها مؤشرات، يعني اليوم لحتى نقول في مشكلة بالطفل بسبب سلوك أهله معه، أو المشكلة بالأم نفسها بسبب تعلقها مثل ما قلتي الزايد، شو هي المؤشرات اللي بدلنا أنه نحن عنا مشكلة هون؟ تماما. مثلا ابسط شيء بتقلك ماما انه انا ما بقدر اتحرك لحالي حتى بقلب البيت، لازم يضل مرافقني حتى لو بدي اعمل اي شيء خاص، فهو دائما ماشي معي، ما في نغيب عن عينه، في صراخ، في بكاء، ما بيعرف يطلب مثلا المي من دون ما ينق او يبكي، دائما هو متوتر، دائما عم بينق، في بكاء، بدها تروح، ممكن يكون عندها شغل، ممكن يكون عندها شيء اضطراري بدها تبعد عنه، فهو بيقضي الوقت بالبكاء وبالنق وبكل هاي التفاصيل، بتلاقي حلقه وجعه لوزاته نزلت من كتر البكي، وهو بيكون بكاء ما في له يعني سبب حقيقي لأنه بتلاقي الام متوتره، اتصالات كثير، اذا كان هو عند مثلا تيتا ولا كان بديكر بروضه او كان باي مكان هي حاطته عنده، الام كل شوي بتتصل مرعوبه، فهي يعني لا قدرت تفصل بطريقه صح ولا قدرت تنجز المهمه اللي رايحه تاديها بعيد عن طفله، فهو دائما لصيق فيها. بس امتى بصير عبء؟ وقت نقطع ثلاث سنين ونص بصير عبء على الام، يعني بصير شيء ضاغط. طب خلينا نحكي عن هي السلوكيات، قديش بتاثر، كيف فينا نضبطها؟ يعني في كثير من الناس بتقول لك انا ما فيني اضبط قلقي، خوفي، توتري، لانه اشرتي لنقطه كثير مهمه، هي الامور مقبوله تحت سن الثلاث سنوات، بعد سن الثلاث سنوات لانه الطفل بصير له شخصيه وكيان،
ما في يكون مرافق لأمه بشكل دائم، يعني مو مدار ال 24 ساعة. فخلينا نعطي بعض النصائح لكل الأمهات، شو هي السلوكيات اللي بحاول قد ما فيني خففها وأضبطها، لأنه تدريجيا بدها تخففها، مش قادرة هي تكبس زر وتعمل كنترول على حالة الأم. بس قديش فعليا فيني أنا أضبط هاي السلوكيات، ما بالغ بردة فعلي قدام الطفل لحتى ما يصير جزء أساسي من حياته الطبيعية اليومية اللي ما فيها تقدر تتعامل معه. تمام. هلا نحن كيف من نعطي طفل قلق، او كيف انا بكون ام قلقه من دون طبعا ما اشعر بسلوكيات بشوفها كثير طبيعيه وهي عاديه؟ صحيح. يعني هي نحن الطفل مثلا له عمر للانفصال عن اهله بغرفه النوم. فنحن انت بيجينا اطفال لها 3 سنين 3 سنين ونص 4 سنين لسه هن بغرفه النوم مع اهلهم. هذا ما انفصل، كيانه الجسدي ما انفصل عن كيان امه، هن لساتهم لاصقين كانه جنين. هذا كثير مهم، حتى لو كان بتخت لحاله. طبعا حتى لو كان بتخت لحاله في حدود. نحن دائما بنركز على الشيء الحدود. من اهم الاشياء اللي بنشتغل عليها قواعد بالفصل هي الحدود. اللي انا حدودي اللي مثلا كاس، يعني ابسط شيء مثلا انا عم بشرب او اكل سندويش او عم بشرب كاسه شاي او عصير، فبيجي ابني هذا بانه بده مني، فانا ايه بعطيه، لا انه هي هعمل لك واحدة أحسن منها وأطيب منها بس هي إلي. هذا شيء مريح لقدام. هون الأم تقول لا معقول أكسر بخاطره وما أعطيه. نحن مطعمي. تمام. فمن هون ببلش الطفل أول شيء بخلو عنده يعني نمطين، استحواذي حيكون على الأم، بخلو عنده أنانية، وبخلو عنده ما عنده مراعاة للحدود. أي شيء عند أمه متاح له، بحيث ما بضروره يكون الشيء اللي عنده هو متاح لامه او لاهله، وبخلق له الشيء الاهم، بخلق له ضعف، ضعف بالشخصيه وضعف بالتصرف. ما بنلاقي طفل قادر على حل مشكلات، اي مشكله حتسبب له ازمه وبكاء وما بيعرف شو يعمل. فهو اعتمادي. ثاني شيء ضغطه على امه حيبلش بقى يطلع عنده سلوك عصبي، اللي هو ممكن عياط، صراخ، ممكن احيانا ضرب ولو كان خفيف، بس لانه هي فقدت السيطره، ما صارت مضغوطه من كثره الطلبات، لانه احنا بنكبر طلباتنا بتزيد. صح. فاهم شيء انه انا اخلق حدود، ما اقول انه الولد لا، ما اقول بطل يحبني، معقول ما يجي لعندي، بس ما بقدر انام بلا هي. هذا يعني هي مؤشرات ما انا صحه نفسيه خطيره، هي ما انا مؤشرات صحه نفسيه او دلال او محبه، لا. هذا اسمه هدم للعلاقه بين الام والطفل، والاهم هو هدم للبنيان النفسي للطفل. اكيد. فاهم شرط فصل النوم والحدود. طيب خلينا نحكي اكثر اليوم. المشكله مثل ما قلتي صارت تشخصت من خلال المؤشرات اللي حكيتي عليها، وصرنا قدام واقع طفل او ام يعانوا من مشكله التعلق او الخوف الزائد. كيف بدايه الحل؟ بدايه الحل الفصل طبعا بده يكون بمكان امن، بده يكون بروضه، لانه فصل عن تيتا ما كثير بيزبط، فصل عن ممكن يواجه عنايه اخرى ببيت اخر. تمام. يعني عنايه لعنايه من حضن لحضن. صحيح. فبده يكون بمكان، بس الاهم انه الام توعى لضروره هذا الفصل، ما تقول لا صغير، لا هو حقيقه العمر المبكر بالروضات بيعطي منتج كثير. هي لانه كثير بيقولوا لك مثلا عمر صغير ما خرج، لا حتى النتائج بعمر مبكر للطفل بتعطي نتائج ايجابيه على شخصيته. شو هو العمر اللي لازم يفوت فيه بهيك حالة؟ هلا في دراسات تقول سنة، في دراسات بتقول 6 شهور. طول ما الأم قدرانة تنفصل عن الطفل، طبعا احنا هلا ظروفنا انه يعني الوالد والوالدة بيشتغلوا. صحيح. وبيشتغلوا فترات طويلة، فهن مجبرين انه يحطوا الأطفال كتير يعني كثير انحظت تضل السنة الطفل معها بالبيت بإجازتها، فهذا ما بيصح للكل. 6 شهور يعني 6 شهور هذا الماكسيموم تبعهم. صحيح. فمن 6 شهور هلا مع حق تخاف، وهذا بيبي ما بيعرف يحكي وكل هاي التفاصيل، بس اختياري للمكان الآمن هي. طب وضعه لساعات طويلة بالروضة، يعني هلا لما نقول فصل واختيار وكل هاي بتأثر على شخصيته، لما أقول فعليا الأم بتداوم لفترات طويلة، وبنعرف أحيانا أنه الدوام الطبيعي للوحدة ونص تنتين، بس أحيانا للخمسة لأنه في شغل. صح. طويل. صح. بيأثر على شخصية الطفل؟ ولا التأثير بيكون وقت أنا ما أعطي الولد وقت أرجع معه على البيت الساعة المثمرة اللي أنا وياه ومثلاً وبابا أو إخواته في ساعة مثمرة، ساعة ذهبية على قد استطاعتي، هي بتعوض لي كل النقص تبع النهار. لا حاملة موبايلي أو وهو عم يحكي لي وأنا عم أقول له إيه، لا مو هيك بتكون القصص. يعني غالباً الأمهات بيكون الجهاز بإيدهم أو عم يطبخوا أو أنا متقدر الضغط،
بس من نص ساعه على الساعه مو كثير. وقت حلو، وقت لطيف، انه دغري بيجي بينام. طيب اوكي، يعني بدنا ننظم مثلا. احنا قررنا يكون عندنا طفل ونكون ام عامله، معناتها بدي اضغط على حالي وبدي اتعب. صح، هو تعب ومرهق، بس انا قراري اللي اخذته. اكيد. يعني اليوم هيك حكينا بالمختصر مثل ما بيقولوا عن بداية الحل لمشكلة القلق والخوف والتعلق الزائد. نتمنى اكيد طبعا نحكي بحلقات قادمة عن تفاصيل تانية، وخصوصا دائما معك بنقول 6 سنين هن 6 الاساس بتنشئة الإنسان بالمجتمع. شكرا لك أستاذة ريم. شكرا لكم. أكيد نتشكرك على وجودك معنا. أما هلأ سلمى بننتقل لمادتنا التالية، ونبقى في دمشق برعاية الاتحاد العام للفنانين التشكيليين بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة، افتتاح معرض خريجي كلية الفنون الجميلة قسم التصوير مع لجين سليمان. خلونا نتابع. برعاية الاتحاد العام للفنانين التشكيليين وبالتعاون مع كلية الفنون الجميلة، افتتح معرض في صالة الشعب بدمشق لخريجي كلية الفنون الجميلة قسم التصوير لعام 2021-2022. المعرض تضمن حوالي 40 لوحة، غالبيتها كانت بالألوان الزيتية، جسدت كل معاني الإنسانية التي تؤثر في الذات البشرية وتعطي إحساساً بأن اللوحة تتكلم، مجسدة أحاسيس الألم، التعب والقلق وغيرها من الأحاسيس التي تعطي تأثيراً معنوياً لمن يشاهد تلك اللوحات. طلاب التخرج هدول طلاب قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق، هي بالفعل باكورة أعمالهم، لأنه بمشروع التخرج نحن بنفتح المجال أمام تفكير الطالب أنه كيف بده يفكر هو، كيف بده يبدأ بقى بالحياة العملية، وهي النقطة المهمة اللي كانت عند كل طالب، أنه بده يستقبل بقى الموضوعات الهامة الخاصة به بشكل شخصي ويتفاعل معها ويتعامل معها حسيا وعقليا من أجل أنه يحصل لعمل فني. في شيء من الأكاديمية اللي هي بدها تخرجه بهي الطريقة، وفي شيء بقى من طبيعته الخاصة اللي هو بده يقدمه على الصعيد الشخصي، وهي كانت اللي عم تظهر بالمشاريع. لذلك عم نشوف مواضيع متنوعة مختلفة غير المعرض الفردي اللي بيكون بمجموعة أو واحد خاص فيه بهذا الاتجاه. لوحاتي بيحكوا عن مرض، خصصت تحديدا مرض السرطان، جسدت فيه كيف الواحد بيمرق بمراحل المرض، شو الحالات اللي بتطرق على وشه، على الشعر، على الجسد، على الروح من جوا، كيف بتبين هاي الملامح لبرا على الوجه. مثل ما هون شايفة بهاي اللوحة، في صلع، نحول، تعب، مصدوم بالفكرة أو بالخبر اللي هو سمعه بهذا المرض. حبيت ساوي هي كأفكار، كأثر، وك يعني إيضاحات للملحمة عن اللوحة بالألوان. اخترت الألوان الترابية واستخدمت ألوان ترابية وطنية لحتى تعطي الإحساس الكتيم تبع اللون والإحساس الغبرة تبع اللون اللي بيطلع على اللوحة. تميت مشروعي قلق، فكانت محاولة تجسيد صعوبات الحياة اليومية من خلال أنه البلور، الأشخاص الموجودين محيطين بالبلور المكسر، هن ما قادرين يعملوا أي حركة، ما قادرين يعملوا أي شيء. بنفس الوقت نحن ثابتين بمكاننا ما عم نعمل أي شيء، فمعرضين لأي لحظة الشيء المستندين عليه أنه ينكسر ونحن أنه نوخع. فأنه قدر الإمكان كنت عم بستخدم ألوان زيتية. مشروع التخرج كان بيحكي عن المنازل الأبدية اللي بتعطينا استقرار، او هو فعليا شيء حالم، انه هو ما في هيك شيء، بس نحن كنت عم حاول اخذ هذا الشعور البسيط اللي نحن بنحسه ولو للحظه بضمن مكان، ضمن شيء يكون ابدي، ضمن حالات نوعا ما روحانيه. مشروع تخرجي كان هو اسمه تطهير، كان بدايته عن شخصيات شبه واقعيه بتحكي عن حالة نفسية. بدأت بداية الحالة النفسية تبان على الخارج، على ملامح الإنسان بداية، ومع الزمن صارت الشخصية تتجرد وتتكور على ذاتها لتجردتها. رغم كل الصعوبات التي واجهتهم المادية منها والمعنوية، لم تلغي الانطباع الخاص الذي أظهرته تلك اللوحات لما حملته من معان وعواطف إنسانية جعلت كل من يشاهدها يرى جمال تمازج العناصر اللونية والجمالية في اللوحة لتعطي ارتياحا نفسيا داخليا.
أما هلأ وصلنا لمحطتنا الختامية نور، ورح نحكي فيها عن انطلاق طبعاً ملتقى بوابة العمل جوب جيت برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واللي بتقيمه مؤسسة إدارة الموارد البشرية. رح نتعرف أكثر على تفاصيل الملتقى والهدف منه مع ضيوفنا ضمن الاستوديو، المهندس إبراهيم سلمان من فريق تنظيم ملتقى بوابة العمل، والمهندس حسام عدرا مصمم الواقع الافتراضي للملتقى. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. بس قبل ما نبتدي حديثنا لليوم، خلونا نتابع معكم ومع المشاهدين أجواء الملتقى اللي كان مقيم بفندق الشيراتون. خلونا نتابع ونرجع نتابع حديثنا. بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتأمين فرص العمل لجيل الشباب المتمكن في مجالات عدة، وللوصول إلى أكبر عدد من الباحثين عن عمل، وتشبيك بين الخريجين الجدد وبين أصحاب العمل الراغبين بتأمين كوادر كفوءة ومؤهلة للعمل، انطلقت فعاليات بوابة العمل 2022 الذي تقيمه مؤسسة إدارة الموارد البشرية وبشراكة استراتيجية مع شركة سيرياتيل، وذلك في فندق الشيراتون بدمشق. هو تأمين فرص عمل للشباب اللي عم يدور على عمل، هو تشبيك بين المحتاج عمل وبين الشركة اللي بدها عمال. بيجي الشاب بنعلمه كيف يكتب الاستمارة، بيعبي استمارته، بنبعثها للشركة صاحبة اللي بحاجة لعمال، بنشبك ما بين هالعامل وما بين هالشركة مشان نلاقي فرصة عمل للشاب اللي عم يدور على عمل. هذا الملتقى بيتميز بعدة مزايا ما صارت قبل هيك بسوريا، انه هو بنفس الوقت بالواقع وبالافتراضي، يعني هلا نفس الوقت اللي احنا عايشين فيه هلا وهنا حاليا، في ناس عم تقدم على فرص وظيفية على نفس الفرص الوظيفية ولكن عن طريق الانترنت من بيتها من غير محافظات. نحن دائما بيكون ملامين انه المعارض عم تقام ببعض المحافظات وما عم بتدور بكل المحافظات، ما عم ياخذوا فرصتهم. معنا كثير شركات فروعهم موجوده بعده محافظات، وهن هلا بنفس الوقت عم يقدموا على هي الفروع على الانترنت. نحن كشريك استراتيجي لجمعيه الموارد البشريه بيهمنا انه نساعد باي شيء بيدعم سوق العمل من ناحيه خلق فرص عمل بسوريا، وإيجاد الرابط ما بين الاحتياجات بسوق العمل مع الشركات. فهو ملتقى أساسي لجمع كل الشركات بسوريا وطرح الشواغر مع الطالبين لسوق العمل. الملتقى صراحة كتير مهم، يعني احنا بالفعل عم ندور على كفاءات مثل ما قلت لحضرتك، فهون مثل ما بيقولوا يعني هي فرصة كبيرة لصاحب العمل انه يلاقي شباب ونخب، وبالنسبة للكمان الشباب الباحث عن العمل هي فرصة كبيرة انه يلاقي الشركات اللي هو اللي عم يدور عليها. أهمية مشاركتنا بهالمعرض هي لتأمين فرص عمل للشباب بمختلف الاختصاصات والمجالات المطلوبة عنا. الملتقى يسعى إلى تقديم مفهوم جديد لمعارض فرص العمل لتصبح أسلوب حياة أكثر منها ملتقيات ومعارض تجارية، تهدف إلى نشر ثقافة إدارة الموارد البشرية في كل من القطاع العام والخاص، وزيادة الوعي بأهميتها كشريك استراتيجي لمؤسسة الأعمال في سوريا. مثل ما تابعنا نور ومع ضيوفنا أيضا افتتاح الملتقى، وهو ملتقى مهم كتير، ودائما نحن بنحكي عن هذا النوع من الملتقيات اللي بيوفر فرص، ورح نبلش مع إبراهيم ونحكي أكثر عن أجواء الملتقى والتحضيرات اللي أكيد أخذت وقت طويل، وقديش تقريبا العدد اللي شمل بين مشاركين وبين شركات. تمام، يعطيكم ألف عافية. بداية حابب نوه أنه ملتقى بوابة العمل الجوب جيت هو امتداد لمنصة تدريب وتوظيف مجانية بتحمل نفس الاسم، طبعا هي مشروع من مشاريع مؤسسة إدارة الموارد البشرية، فلهيك هي كانت الأقدر لتنظيم هذا الملتقى، طبعا كونه بأيدي المتطوعين أولا، وشغلة ثانية أنه هي بتجمع مدراء الموارد البشرية وأي حدا مهتم بمجال HR بمختلف الشركات، فهي كانت الأقدر على تحديد احتياجات هي الشركات لحتى تصيغها بشكل يردم الفجوة بين الباحثين عن عمل ومتطلبات سوق العمل. هلأ كأجواء تحضيرية كانت كتير حلوة ومميزة، طبعا أجواء شبابية كانت، ساهمنا كلنا، كل حدا عنده خبرة مهارة، مثلا أنا مهندس فوظفت خبرتي الهندسية بتصميم الكروكي الخاص مثلا بالمسقط لحتى أقدر أحدد تماما حسب المكان يلي موجود عندنا قديش القدرة الاستيعابية للشركات. طبعا كان في مشاركة واسعة من الشركات سواء واقعيا أو افتراضيا مثل ما زميلي المهندس رح يحكي. طبعا كان أكثر من 50 شركة مشاركة بالملتقى الواقعي،
وتقريبا كان عدد الأشخاص يلي زاروا الملتقى طبعا لحديت امبارح ما يتجاوز 1000 شخص. فيعني هذا هيك بيحمسنا اكثر اكيد وبيسعدنا. شفنا تفاعل كثير كبير، كان في حضور كبير بالملتقى. خلينا نحكي معك استاذ حسام على نقطه كثير مهمه، انت المصمم اساسا للواقع الافتراضي للملتقى، اهميه وجود هذا الملتقى بالواقع الافتراضي، لانه نحن بنعرف يعني مش كل الناس فيها تروح على الملتقى، ظروف صعبه، المواصلات اقتصاديا، وجود على يعني على الواقع الافتراضي يمكن اختصر كثير من الوقت وكثير من المسافات، واعطى شويه امل وأثار إيجابية على كثير من الشباب كان حابب يكون موجود معكم بالملتقى. صحيح، يعطيكم العافية. بالبداية وجود المعرض أو الملتقى بهذا الشكل على الافتراضي هو بدنا نساهم فيه الأشخاص الموجودين خارج مكان دمشق أو خارج توضع مكان الملتقى، قدرنا نساعد بأنه أشخاص أنهم فعليا بحاجة فرص عمل، شركات كمان موجودة حتى خارج دمشق أنها هي تقدر تكون كمان متمثلة تأخذ الكادر اللي هي عم تبحث عنه، نعرض فرص العمل اللي موجودة بأكبر قدر ممكن، حتى في أشخاص كانت ممكن عندها فرص عمل هي ما بتتطلب تواجد على أرض الواقع، فنحن كانت متاحة سواء كانت بسوريا أو خارج، يعني ممكن نتواصل مع أشخاص من برا تقدر تساعد بهذا النتيجة. والحمد لله كان في يعني الإقبال حتى على البوابة الافتراضية، كمان كان في إقبال ملفت. واليوم نحن يعني اليوم هو إتمام عملية النقل الافتراضي، فكمان رح بيكون في ان شاء الله انجاز اكبر ان شاء الله. مين اكثر، الواقع الافتراضي ولا على الواقع كان الحضور؟ لا لا اكيد ما فينا نلغي المادي، اكيد هو اكبر. اكيد. طيب ابراهيم، يعني حضرتك كنت كمان باحث عن فرصه عمل بمرحله من المراحل، وفرت لك اياها اداره الموارد البشريه، واليوم فينا نقول انت 2 بواحد هلا اشتغلت ضمن اختصاصك بتنظيم او الرسم بما انك مهندس، وبنفس الوقت انت منظم للمعرض. نحكي عن هي التجربه، واذا فيك خلينا نقول نعمل اسقاط على الشباب الجديد اللي هلا عم يتوجه. تمام. هلا صراحه مثل ما حكيت لحضرتك كانت تجربه كثير حلوه، لانه هي كانت بايدي متطوعين من التنظيم من A to Z، فهذا الشيء كثير ساعد، لانه نحن باعتبارنا شباب فنحن بنعرف شو متطلبات الشباب، انه شو احتياجاتهم، بنعرف مثلا الامور اللي ممكن يواجهوا فيها مشاكل مثلا كتابة السيرة الذاتية، لهيك نحن لجأنا لمساعدتهم بهي الموضوع. شغلة تانية كمان، نحن على علم بما انه كنا باحثين عن عمل سابقا طبعا وما زلنا ببعض الاحيان يعني بعض المتطوعين، فبنعرف بعض المهارات لازم تتوافر، وهذا الشيء يلي عمدنا انه يكون متوافر كمان، اللي هو مجموعه من المحاضرات والورشات التدريبيه يلي بتدعم من المهارات لحتى يكون هذا الشخص مستعد وجاهز لسوق العمل من اوسع ابوابه. طيب استاذ حسام، خلينا نحكي عن اليه الوصول والمتابعه لكل فعاليات الملتقى لاي حدا عم يتابعنا، خلينا نحكي كيف ممكن يتابع فعاليات الملتقى عبر الواقع الافتراضي ليقدر فعليا يكون شريك كمان مثله مثل اي شاب حاب ينضم لهيدا الملتقى. تمام. نحن بالنسبه لنا المستضيفين الملتقى على سيرفر خاص ليأهل هي عمليه تكون مستخدمه، حاليا رح بيكون هو متاح عبر رابط موقع، فينا نحن ندخل على هذا الرابط ونتجول بالملتقى ونتبادل التواصل مع الشركات. بنفس الوقت كمان موجود هو تطبيق موبايل، كمان ممكن الاشخاص تقدر تحمل هذا التطبيق، بنفس الآلية رح ندخل ونتواصل مع الشركات. آليات التواصل مع الشركات هي متعددة، في منها تشات كتابي، في منها مكالمة فيديو، في منها حتى مكالمة صوتية، بالإضافة في عنا فقرة تانية اللي هي موضوع تعبئة سي في أو طلب التوظيف، موجود بأكثر من طريقة، بطريقة هي تابعة لمؤسسة الجمعية إدارة الموارد البشرية بأنه بطلب خاص بيتم تجميعه بالجمعية وبعدين توزيعه، الطريقة الثانية هي عن طريق الشركات اللي هي تايحة عملية الطلب الخاص فيها أو روابط خاصة فيها للتقديم، كمان متاح بالنسبة لنا كل حساب شركة موجود معنا. كتير حلو ومميز هذا الشيء. بس سريعا قبل ما أنتقل إبراهيم، شو اسم التطبيق؟ اسمه ملتقى فرص العمل. طيب بدي أنتقل لك هلأ، اليوم نحن عم نحكي عن فكرة كتير مهمة، إنه الشركة تقدر تدور من خلالكم على شو المتطلبات من خلال السيفيات اللي موجودة، وبنفس الوقت الشباب الموجودين بيقدموا سيفياتهم وبيشوفوا الشركات شو بدها. ولكن بنعرف انتم بكل مؤتمر بتعملوه او ملتقى بيكون عم تقدموا ايضا عروض اضافية، هل في شيء ضمن هذا الملتقى للشباب عروض؟ طبعا
في مجموعة من الحسومات طبعا قدمتها المراكز التدريبية مشان تطور من مهارات وقدرات الشباب. بالإضافة طبعا أنه هو الملتقى كتير مميز بما يخص التواصل المباشر، فهو حتى بالنسبة للطلاب الجامعيين بيعطيهم مهارات. هذا اللي بيسألك عنه، يعني ممكن يكون في تواصل للشباب الجامعيين لسه ما تخرجوا، ممكن يقدم لهم بعض الخطوات لتهيئهم بعد التخرج للدخول لسوق العمل؟ طبعا. وهي فرصه مباشره لحتى يعني الشباب اللي لساتهم ضمن المرحله الجامعيه يقدروا يتعرفوا بشكل مباشر انه انا اختصاصي اللي راح اتخرج بعد سنه او سنتين منه مثلا، انه وين توجهات الشركات فيه، يا ترى شو المهارات لازم اشتغل عليها ضمن مرحلتي الجامعيه مشان لما اتخرج كون مستعد تماما لسوق العمل. طبعا بالاضافه اكيد للورشات التدريبيه اللي تتضمن اهم المحاور مثلا بما يتعلق بكيف تسوق لنفسك حتى يقدر مثلا يسوق لنفسه بطريقه صحيحه قدام الشركات، يقدر يبرز قدراته مهاراته. وهي طبعا شغلات ممكن يعاني منها الشباب باعتبار نحن الشباب ومرينا فيها من قبل، فنحن يعني بنعرف انه ممكن يعانوا منها. اكيد. طيب استاذ حسام، خلينا نحكي عن الملتقى ضمن الواقع الافتراضي، شو اللي بيميزه؟ يعني كيف فيني انا اقول انه هو فعليا قدر يوازي الملتقى على ارض الواقع؟ الشخص لما يفوت على العالم الافتراضي للملتقى ممكن يعني يلاقي كل التفاصيل، يحس حاله فعليا موجود مشارك معكم. خلينا نعطي بعض المزايا لهيدا الملتقى الافتراضي، تفسر للناس اكثر. يعني لما نقول عالم افتراضي دائما بيكون في خوف وتوتر انه لما اكون موجود لا الوضع بيكون مختلف، لا فينا نكون ضمن العالم الافتراضي كانه موجودين ضمن هيدا الملتقى. تماما. هو المبدأ العالم الافتراضي اللي تم بناؤه بالنسبة لاستضافة الفعاليات هو نحن نقدر نجسد الواقع المادي تمثيليا على أرض بالافتراض. الفكرة أنه متى ما دخلت أنا على هذا التطبيق أو الموقع أو وسيلة الاستخدام المتاحة، أنا راح أدخل راح لاقي نفس تمثيل الشركات اللي هو موجود على أرض الواقع، بنفس الطاولات الموجودة، بنفس التموضع بالنسبة لهم، نفس الإعلانات، نفس التفاعل. انا بلاقي بالافتراض استاسهل، يعني راح في حدا راح يعني في ازرار واضحه عندي راح اقدر اضغطها راح ترشدني اني انا هون ممكن اتواصل. امن صحيح. تماما. يعني بقدر برشد انه انا هون ممكن اقدم ارفع طلب التوظيف، هون ممكن انا اعمل محادثه تواصل. هي الوسائل المتاحه على العين مع الشخص بشكل اوسع. بنفس الوقت باسلوب هو عم يقدر يتحكم فيه، أنا المتحكم بسير عملي، أنا المتحكم وين بروح، بقدر بستعرض. ممكن يكون في شركات حتى في باب لعرض معلومات الشركات، ممكن أنا ما أقدر أوصل لمعلومات الشركة من باب المعلومات العامة عنا أو الفرص الوظيفية الموجودة أو هو التعريف بشكل عام عن الشركة، فكمان في باب هو لعرض معلومات الشركة، فأنا بقدر استعرض كامل تفاصيل الشركة اللي هي بتخدمني قبل ما أنا أروح ممكن أقدم سي في أو أقدم الطلب. وهي خطوة كثير مهمة ومستمرة، يعني أنت دائما عندكم مواقع على الانترنت للتواصل معكم. بختام حديثنا بدنا نشكركم ونتمنى التوفيق اكيد لكم ولكل الشباب الراغب انه يتوجه لحتى تكون جوب جيت هي بوابه العمل له. شكرا. شكرا لكم. اكيد بدنا نقول لكم يعطيكم الف عافيه، ويعطيكم الف عافيه على الجهود الكبيره اللي عم تقوموا فيها. بنتمنى لكل الشباب اليوم يقدر فعليا يلاقي فرصه عمل تليق بمهاراته وقدراته، ويكون هيدا الملتقى بوابه لملتقيات اخرى تكون اوسع مش فقط في دمشق على مستوى المحافظات كلها. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. أما هلأ سلمى لهم تكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، ونلتقانا بكرة على شاشة الإخبارية بنفس التوقيت لنكون برحلة على أهم محطات رحلاتنا الصباحية خلال الأسبوع. لهون بتكون رحلتنا خلصت، نتمنى هنهار يحمل الخير والبركة والرزق الكتير والانفراج لكل الناس يا رب. إن شاء الله يا رب نور. أكيد. وبنتمنى كمان اليوم نكون قدمنا فقرات متميزة إن كان مع المشروع اللي كان خلال الفقرة الثانية وأيضا جوب جيت وغيرها من المعلومات المهمة الطبية والنفسية والاجتماعية. ضلوا بألف خير. باي باي. باي باي.